الجزائر البلد العربي الوحيد الناجي من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، فحاجيتها من القمح الروسي مضمونة. أما أوكرانيا وزبائنها العرب فأمام مأزق حقيقي في حالة نشوب صراع بين موسكو وكييف، الأمر الذي قد يسبب تذبذبا كبيرا في إمداداتها. لا نقدرش نقول أن المخاطرة تساوي صفر، ولكن يعني يمكن أن نقول فيما يخص القمح يبقى المخاطرة نقول يعني تكاد تكون معدومة فيما يخص تسليم الواردات سواء من روسيا أو أوكرانيا، وبالتالي ما أنا في اعتقادي أنه يبقى دائما تفخيم إعلامي للموضوع أكثر مما هو في الواقع. في الواقع يعني منتظر التسليم، يعني والشحن يكون في الأوقات اللي محددة في العقود دون أدنى إشكال. تعاقد الجزائر مع روسيا ليس فقط ما جنبها الخطر، بل أيضا تنويعها لمورديها الأوروبيين، ما يضعها حسب خبراء أمام خيارات عديدة تجنبا لأي طارئ. لما نعرف سوق تولي عندنا في علاقات حامية، وبالتالي يمكن يعني في فترات صعبة يمكن الشراء عن طريق ديون، اقتراض، آليات تمويل تكون سهلة بسيطة مرنة. فبالتالي الأهم فيما يخص التجارة العالمية مهما كان هو أن ضمان دينونة هذا التمويل بأحسن شروط السوق اللي هي النوعية والسعر. تنويع الجزائر لمورديها من القمح والتعاقد مع موردين آخرين خطوة إيجابية جعلتها في أريحية كبيرة في حالة حدوث أي تذبذبات لدى مورديها التقليديين على غرار روسيا، بالإضافة إلى رفعها من قدرات إنتاجها المحلي لتحقيق اكتفائها الذاتي.